قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال وحتى يكثر فيكم المال فيفيض وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أربلي فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبيعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. نعم، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وفيه أنواع من الفتن مخيفة، مخيفة جدا، قد يكون بعضها قد وقع وبعضها يقع، لأنه لا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فنأخذها واحدة واحدة. نعم، أولا قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. نعم، من الفتن أولا حدوث الشقاق بين المسلمين، بين المسلمين فيقتتلان مقتلة عظيمة وهم مسلمون، لكن يقتتلان على اختلاف بينهم على شيء، كل يريد هذا الشيء، إما ملك وإما مال وإما، فيحصل القتال بين المسلمين، وهذه مصيبة عظيمة إذا اقتتل المسلمون بينهم، تسلط عليهم العدو واستغل خلافهم وانشغالهم بأنفسهم، استغل ذلك فهجم عليهم وأخذ بلادهم وغير دينهم، فهذا فيه التحذير من الاختلاف بين المسلمين والنزاع بين المسلمين، وأنه يجب عليهم إذا حصل بينهم اختلاف أن يصلحوا ذات بينهم ولا يتركون فرصة للعدو يتدخل لمصالحه هو لا لمصالحهم، فتكون الثمرة للعدو والكافر وهم لا يحصلون على ثمرة، بل يضيع دينهم ودنياهم. فيه التحذير من الاختلاف بين المسلمين، والقتال لا يحل لمسلم أن يقتل أخاه المسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلا يجوز أن يتطور الخلاف بين المسلمين إلى قتال. الخلاف يحصل ولكن عليهم أن يصلحوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي كفا لشرها،
وإطفاء للفتنة، فلا بد من التدخل إذا حصل بين المسلمين شيء من الاختلاف، تدخل بالإصلاح بين الفئتين. فإن أبت إحداهما قبول الصلح إنها تقاتل حتى يخمد شأن الفتنة ولا تنتشر بين الناس. هذه واحدة. نعم. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ولا تقوم الساعة أيضا حتى يظهر كذابون 30 يدعون النبوة، مع أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آخر النبيين لا، هو صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. لكن مع هذا يظهر من يدعي النبوة، باب الابتلاء والامتحان للناس، يتبعه أتباع مع أنه كذاب، يتبعه أتباع من الناس، إما رغبة وإما رهبة. وهذا من أعظم الفتن، وقد ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فظهر الكذابون الذين ادعوا النبوة، أولهم مسيلمة الكذاب، والثاني الأسود العنسي. مسيلمة هذا في اليمامة في بلاد نجد، قاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى قتل، والأسود العنسي في اليمن، قتله المسلمون الذين حوله، استراح المسلمون من شر هذين الكذابين، وظهر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توالى ظهور المتنبئين الكذبة، قال صلى الله عليه وسلم: كذابون 30، والعدد هنا ليس للحصر، يظهر أكثر منهم، ولكن الذين يكون لهم شان ويكون لهم هم بهذا العدد، وإلا فهم أكثر من هذا، ولكن لا يشتهر أمرهم مثل هؤلاء 30. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك من أجل أن نأخذ حذرنا، يعني من الفتن ظهور الكذابين، لأن بعض الناس يطيعهم وينقاد معهم ويقاتل معهم، قد حصل هذا، فهذا فيه ظهور المتنبئين، وفيه أنه يجب على المسلمين أن لا يصدقوهم وأن يقاتلوهم هم وأتباعهم حتى يستريح الناس من شرهم ويظهر كذبهم، قد حصل ولله الحمد أنهم قوتلوا رؤوسهم وقوتلوا وأبطل الله شرهم. نعم. وحتى يقبض العلم. الثالثة من الفتن قبض العلم، قبض العلم، العلم يعني يقبض بأخذه من الكتب ومن صدور الناس، لا، بين صلى الله عليه وسلم كيف يقبض العلم، قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا تزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، يقبض العلم بموت العلماء، لأن ما دام العلماء موجودين فالعلم باق،
ووجودهم علامة خير، قبضهم علامة شر وفتنة، لأنه بفقدهم يفقد العلم، لأنهم هم حملة العلم. وماذا تغني الكتب الكثيرة مع فقد العلماء؟ وجود الكتب لا يكفي. هلك بنو إسرائيل وعندهم التوراة والإنجيل، لما لم يكن عندهم علماء يقومون بالحق هلكوا. فوجود الكتب بيننا وانتشار الكتب وتنوع الكتب هذا لا شك انه خير، لكن ما يكفي، لأنه يأتي من يقرأ هذه الكتب على غير بصيرة ويضل الناس ويظن انه عالم. حتى قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم وأضلوا غيرهم. وهذا فيه التحذير من التعالم والمتعالمين الذين يأخذون العلم عن الكتب وعن الأشرطة ولا يحضرون عند العلماء ويتعلمون على أيدي العلماء، لأن العلم بالتلقي ما هو بالقراءة فقط، العلم بالتلقي عن أهل العلم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ما هن غيرهم، وين يروحون الناس؟ لأن العلماء فقدوا، الناس يحتاجون إلى من يفتيهم، إلى من يرجعون إليه، ما وجدوا إلا هؤلاء المتعالمين الرؤوس الجهال، فحصل الخطر العظيم. فهذا فيه الحث على طلب العلم ما دام العلماء موجودين، فنستدرك الأمر ونطلب العلم على أيدي العلماء، ولا نقتصر على الكتب أو على المتعالمين والقراء. وحتى لو حفظ الإنسان القرآن وحفظ المتون وحفظ الأحاديث والصحاح، ما عنده فقه وفهم لهذا، وإنما يعتمد على الحفظ فقط وهو لا يفهم المعاني، فما في فائدة. هذا ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع. نعم. وتكثر الزلازل. تكثر الزلازل جمع زلزال والعياذ بالله، وهو حركة الأرض. الأرض جعلها الله قراراً وثابتة وأرساها بالجبال ليعيش الناس على ظهرها، ففي آخر الزمان يكثر اضطراب الأرض والزلازل، يتدمر كثير من البلاد كما هو الواقع الآن، وكما تسمعون من هذه الزلازل التي يتدمر فيها خلق كثير وبلاد كثيرة. وهذه عقوبات يجريها الله على العباد إذا فسدوا في آخر الزمان، يجري الله عليهم العقوبات، فهي من ناحية عقوبة ومن ناحية تذكرة، تذكرة لأهل الإيمان أن يستيقظوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. ولا يقال إن هذه ظواهر طبيعية كما يقوله المتحذلقون والجهال، ظواهر طبيعية ما تدل على شيء، ما تدل على شيء، إنما هي ظواهر طبيعية تجري. لا، ما هي بظواهر طبيعية. لماذا ما كانت ظواهر طبيعية في الأزمنة السابقة؟ لصلاح الناس واستقامتهم، إنما حدثت هذه في آخر الزمان نذير، تحذير للناس يعتبروا بها. نعم. ويتقارب الزمان. نعم. ويتقارب الزمان. تقارب الزمان
يمضي بسرعة، يمضي الزمان بسرعة، والناس غافلون في دنياهم. وهذا ظاهر، يعني مرور السنين والأيام، السنين والشهور والأيام بسرعة، حتى ما يكون مع الإنسان فرصة للعمل بسرعة، سرعة الزمان. ويتقارب أيضا البلاد بواسطة وسائل الإعلام، تقارب البلاد كما هو معلوم، حتى يكون العالم كأنه بلد واحد. وهذه ليست علامة خير، هذه علامة ابتلاء وامتحان. نعم. وتظهر الفتن، تظهر الفتن. كانت في الأول الفتن خفية عند بعض الناس أو بعض البلاد، لكن في آخر الزمان تكثر الفتن وتنتشر بين الناس. والفتن كثيرة، منها فتن الشبهات في العقيدة، ومنها فتن الشهوات في ما يشتهيه الناس من المعاصي، ومنها فتن الأمراض الفتاكة، ومنها فتن الأموال والأولاد، فتن كثيرة تظهر أكثر في آخر الزمان، ينشغل الناس بها عن دينهم وعما ينفعهم أو تشغلهم، أما أنهم هم ينشغلون بها، وإما أنها هي تشغلهم وتلهيهم عما سواها. نعم. ويكثر الهرج وهو القتل، ويكثر الهرج، الهرج هو القتل من غير سبب. الآن تشوفون يتقاتلون ولا في سبب ظاهر، إنما موجة قتل. قد يقتل الأخ أخاه، والولد ابنه، وقريب قريبة من غير سبب، لأن القتل إذا اشتعل بين الناس انتشر، صعب إطفاؤه، ولا سيما إذا تيسرت آلات القتل والدمار. كان بالأول قتل بالسلاح، بالسيف، بالبندقية، لكن الآن والعياذ بالله وسائل مدمرة للقتل، آلات فتاكة، بنسف، بالصواريخ، بالدبابات، بأنواع، بالقنابل، والعياذ بالله يموت فيها خلق. يكثر الهرج، يعني القتل. نعم. هذه من علامات الساعة، وهذا كما تعلمون الآن شيئا منه. نعم. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وهذا من الفتن، المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكثرة المال ما هي علامة خير، علامة فتنة، لأن الناس ينصرفون عن دينهم وينشغلون بالمال، الناس يتقاتلون على المال والطمع، الناس يتحاسدون على المال إلى آخره. فالمال فتنة من وجوه كثيرة، إلا من وفقه الله. أيضا المال فتنة في اكتسابه، قد يكون من ربا، من رشوة، من غش، من قمار، من إلى آخره. ويكون أيضا فتنة في تصريفه وإنفاقه، ينفقه في الملاهي، في اللعب، في الشهوات المحرمة، وأعظم ذلك ينفقه في الصد عن سبيل الله وقتل المسلمين وغير ذلك. نعم. وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته. نعم. إذا كثر المال
كثر الأغنياء وقل الفقراء، صاحب الزكاة ما يجد من يقبلها في آخر الزمان لكثرة المال وفيض المال. نعم. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه. نعم، حتى يرد المدفوع إليه المال زكاة يرد هذا، يقول لا رغبة لي فيه. نعم. وحتى يتطاول الناس في البنيان. نعم، وهذه من علامات الساعة، انشغل الناس بالمباني والتطاول فيها، 40 دور 50 دور 100 دور إلى آخره. وش رغبك في البنيان هذا؟ وش حاجك في البنيان هذا؟ لكن تباهي من باب المباهات، أنا أرفع منك بناء وأنا أرفع منك أدوار، والثاني يقول لا أنا أرتفع أكثر، وهكذا. أن تجد الحفاة رعاء الشاء، الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. كانت البادية معها بيوت الشعر متنقلة، في آخر الزمان يثري البدو بالأموال ويتحولون من البادية إلى الحاضرة، ويتطاولون فيما بينهم في البنيان، وهم كانوا يسكنون في بيوت الشعر، آخر الزمان يسكنون في القصور وفي الأدوار المرتفعة. هذا من علامات الساعة، وقد وقع الآن كما ترون. نعم. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذه أشد، أنه من شدة الفتنة وشدة ما يلقى أنه يتمنى الموت، مع أن تفرون من الموت في آخر الزمان يتمنى الإنسان الموت. ليه؟ ليستريح من هذه الفتن، يستريح من هذا الشر، وليس من أجل الدين، وإنما من أجل أن يستريح من الفتن. تيمر بالقبر ويقول: ليتني مكانك. بعض الروايات يتمرع على القبر ويقول: ليتني مكان هذا القبر، وليس به الدين، ما به إلا الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، طلوع الشمس من مغربها هذا من علامات الساعة الكبار، من علامات الساعة الكبار، الشمس تطلع من المشرق تغرب في المغرب، لكن عند قيام الساعة وقبل قيام الساعة يتغير مجرى الشمس، فتخرج من المغرب، تطلع من مغربها. هذا من علامات الساعة الكبار، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان من أحد، لا يقبل من أحد إلا إن كان مؤمنا من قبل. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، يعني كسبت أو بمعنى الواو، وكسبت في إيمانها خيرا. أما الإيمان الذي يحدث بعد قيام الساعة هذا لا يقبل ولا ينفع. أما من كان على الإيمان قبل قيام الساعة واستمر وثبت عليه هذا يثبته الله سبحانه وتعالى، بعدها لا يقبل الإيمان ولا التوبة، لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فيبقى الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه،
ولا أحد يؤمن في هذا الوقت ولا يقبل منه الإيمان. نعم. فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون. نعم، لكن ما يقبل، لأن الإيمان قبل هذا، أما بعد ما تظهر علامة الساعة انتهى وقت الإيمان. كل يؤمن لكن ما يقبل إيمانه. نعم. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذلك هو تفسير هذه الآية، هو تفسير هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا عند قيام الساعة. نعم، عند طلوع الشمس من مغربها. نعم. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبيعانه ولا يطويانه. يعني يذهلون عن ذلك، هم يتبايعون وتشارون ومعهم القماش على العادة، إذا قامت الساعة ذهلوا وتركوا ما معهم من القماش، لا يطويانه ولا يبيعانه. نعم، ينشغل الإنسان. نعم. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. يطعمه، أو قال فلا يطعمه. ولتقومن، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. لقحته، لقحته فلا يطعمه. نعم، يحلب يحلب الناقة على العادة ليشربه، إذا قامت الساعة ومعه اللبن انذهل ولا يطعمه ولا يشربه. نعم. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. يليط، وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. عادة الأعراب أنهم يجعلون حياض للإبل يصبون فيها الماء للإبل، وقبل أن يصب الماء في الحوض يلوطه، يعني يصلح الحوض ويهيئ الحوض للماء، فيلوطه لكن ما يكمل، ما يسقي فيه الإبل لأنه انشغل وانتهى الأجل. نعم، يعني بغتة، لتأتينكم بغتة، الساعة تأتي بغتة. نعم. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا أشد، تقوم الساعة والإنسان قد رفع اللقمة إلى فيه يأكل وهو يأكل، قامت الساعة وهو يأكل، رفع اللقمة إلى فيه، قامت الساعة لا يطعم اللقمة هذه. نعم.